رئيس الوزراء المحترم، فشكرنا تقديم لمعالي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار. بحثنا أيضا تذليل عقبات أمام المستثمرين وخلق بيئة صالحة للاستثمار، ولله الحمد يعني بعد النقاش المحافظة أمينة وآمنة بأهلها وناسها. الاستثمار يعني برأي المحافظ جيد جدا، والآن يعني نتابع كمحافظ نتابع جميع اللي العقبات اللي موجودة، وأيضا شكلنا في عام 2019 نافذة الواحدة تعطي قرارها خلال 70 ساعة من الدوائر الدولة وإكمال إجراءات المستثمر. اليوم في محافظة المثنى الإجازة الاستثمارية ما تتعطل أقل يعني 15 أو 20 يوم تعطى الإجازة الاستثمارية. هسه نسمع باقي المحافظات يعني ما نعرف مدى صدق يعني مصداقية الكلام المثنى اليوم، وبملء فمي وجميع يسمعني ودولة رئيس وزراء أيضا تكلمنا معه على أنه الإجازة تعطى خلال 15 يوم، وهذا طبعا يدل على أنه هناك رجال قائمة في هذه المحافظة بالحكومة المحلية، ليس فقط المحافظ جهود المحافظ، لا جهود دوائرنا الخدمية اللي هي تحافظ على الاستثمار وداعمة للاستثمار، وأيضا السيد مدير عام هيئة الاستثمار رجل محترم ومتابع ولديه باع طويل في القطاع الاستثماري. حاولنا قدر الإمكان تذليل العقبات اللي تعتري تلك المشاريع سواء ما يتعلق بالهيئة الوطنية أو من الممكن رفعها إلى الأمانة العامة لدولة رئيس وزراء. في الحقيقة احنا اليوم في هذه الزيارة لمحافظة المثنى سنطلع على المحاور الصناعية والمشاريع الصناعية الخاصة بالمحافظة، وكذلك من الممكن الانطلاق بمشاريع أكبر لتغذية مشاريع الخاصة بطريقة التنمية الذي يرعاها دولة رئيس الوزراء. في الحقيقة البيروقراطية متوفرة في كل دوائر الدولة، ولكن بالنسبة لما يخص الهيئة الوطنية للاستثمار أو الهيئات، احنا عاهدنا دولة رئيس وزراء أن نضرب بيد من حديد على كل فاسد وعلى كل من تسول نفسه بالابتزاز من المستثمرين. احنا الاستثمار هو عصب الحياة بالنسبة للعراق، فلا نسمح بتأخير مشروع بحجج واهية أو بيروقراطية منعزلة تماما عن القانون. لذلك احنا نشد على كل رئيس هيئة أن يراقب مستوى الأداء داخل الهيئة، وبالتالي يعلمنا بأي يعني ابتزاز أو أي عمليات غير حقيقية حتى نأخذ الإجراء المناسب. التقييم إن شاء الله يرقى إلى الأفضل، وهذا التقييم إن شاء الله أكو لجان راح ترعاه بالتدقيق والمتابعة لكل نشاط الهيئة، والتقرير النهائي يطلع يرفع إلى دولة رئيس الوزراء إن شاء الله.